هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، أبي لا يخرج زكاة ماله مع عدم إنكاره لركني الزكاة، معللا ذلك بقوله بأن زكاة مالي أنفقها على عيالي وأبني لهم مستقبلا، ما حكم هذه الحالة وما نصيحتكم لأبنائه الذين يعيشون من ماله؟ هذا جاهل، الزكاة لا ينفقها على أولاده ولا تحل لأولاده ولا لأولاد أولاده ولا لآبائه وأجداد. زكاة تصرف للفقراء والمساكين ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، وأما ما ينفقه على أولاده فهذا واجب عليه، نفقة الأولاد واجبة عليه إذا كانوا لا يستغنون عنه، ولا يجعل الزكاة واقية لماله بديلة عن النفقة على أولاده. يجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب وأن يخرج الزكوات الماضية لأنها باقية في ذمته. نعم.